طبعا مسرح كبير، كاميرات بتصور وناس كتير، ويعني شايف اتنين تلاتة ورا مثلا بيسألوا مين الواد ده اساسا، مين الواد اللي طالع يصدعنا ده. فقبل اي حاجه بس حابب اعرف، حد هنا عارفني او شافني قبل كده؟ يا نهار اسود انزل. ومبدئيا انتوا حرقتوا لي اول افيه، لان اول افيه كان ان انا ما حدش هيرفع ايده، فهقول ادي الكسوف وهتضحكوا. فانا هقول لكم انا مين، بس زقوا معايا اليوم كده. مبدئيا انا اسمي وليد مصطفى احمد. الجزء الجد في حياتي ان انا خريج كليه الهندسه جامعه القاهره قسم مدني، بشتغل مهندس مدني متخصص في الاعمال البحريه. ده الجزء الجد في حياتي. الجزء الثاني ان انا بعمل فيديوهات ساركاستك اللي هي ساخره. ليه بعمل فيديوهات؟ لان دي الحاجه اللي انا بحبها، مفيش اي سبب تاني. ليه ساخره؟ لان انا الجد في حياتي بيبقى فتره الشغل بس، بعد ما بخلص الشغل بنرجع تاني انا واخد الحياه كلها هزار. قاعد كده في امان الله في البيت، لقيت مسج جايالي من احمد. ازيك يا وليد، انا تبع تنظيم تيدكس، كنا حابينك تيجي سبيكر معانا النهارده في تيدكس بني مزار يوم 23 فبراير. فبيني وبين نفسي قعدت افكر، يعني تيدكس وانا؟ يعني تيدكس معموله للانفلونسرز، للناس اللي عندها قصه نجاح، للناس اللي هي عندها حاجه تقولها، الناس اللي ليها لازمه يعني من الاخر. فجي في بالي حاجه من اتنين، الاولى يا اما هم متلخبطين بيني وبين بلوجر تاني اسمه وليد مصطفى السباعي وهو مشهور ومعروف، وقتها تبقى مصلحه. الحاجة التانية إن مثلا مش يعني جهة مثلا سيادية في البلد قالت لهم الواد ده صدعنا، فيخدوه خدوه خلوه يتكلم معانا كلمتين كده أهو يمكن يعدي الحال ويسكت بقى. وفي كل الحالات أنا مش بقف على مسرح زي ده كتير، ويعني المايك ده شكله غالي، فأنا هتكلم يعني أنا قاعد، فهتستحملونا شوية في الشمس دي معلش. الموضوع بدأ معايا سنة 2011، كان أول فيديو عملته على الفيسبوك في 2011، و252 الرقم اللي ورايا اللي هو عنوان التوك بتاعي، ده كان عدد الفولورز اللي عندي من 2011 لحد اخر يعني لحد ديسمبر 2018، 252 فولور. ومن هنا احب اشكر اهلي اللي هم تقريبا 100 مجبرين يعملوا لي فولو اساسا، يعني هيعمل ايه؟ والباقي من ال 152 حوالي 80 90 مثلا اللي هو اصحابي وبيجاملوه، يعني بالعافيه. يعني ده انا فاكر حتى في اثنين مره عملوا لي ان فولو جبتهم وعرفتهم غلطهم ورجعوا تاني عملوا لي، يعني مش كده يعني. انا زمان لما كنت بنزل فيديو لو كان جاب 1000 ولا 2000 فيو كنت اللي هو مين مشهور ناو، لا مش هينفع. كنت اخش القهوه، يعني انت هتقعد جنبي يا ابني انا مشهور، يعني جايب 2000 يا ابني انت مجنون، انت هنهزر يعني؟ ده حتى كان في ضريبه شهره اللي هو يا ابني عزم لي الناس اللي قاعده كلها على حاجه على مانجا. فدي الفتره اللي هي كانت من 11 لحد اخر 2018. في يوم كده عمري ما هنساه، يوم 2/12/2018. اليوم ده كنت راجع من الشغل وقرفان، يعني انا اصلا يعني قرفان خلقه، فراجع من الشغل على اخري خالص، وقفت على جنب كده سجلت فيديو من اقصر الفيديوهات اللي سجلتها في حياتي، دقيقه و24 ثانيه. انا مش هصدعكم كتير بس استاذنكم نتفرج عليه، هو دقيقه 24 ثانيه وهرجع لكم تاني. انا محتاج اعرف انا يتخصم مني ليه عشان رحت الشغل متاخر؟ هو انا لما اوصل بدري ايه اللي هيحصل يعني؟ من هقعد اشرب شاي وقهوه اول فتره كده واخسر الشركه؟ انا وفرت على الشركه. بعدين ما احنا عارفين ان الشغل 8 ساعات منهم اول ساعتين قهوه وشاي وصباح الخير وصباح النور معروفه، وساعه بريك في النص. وبعدين هو اللي وصل بدري عمل ايه يعني؟ وقف الاول في الطابور ما قعد شارب شاي، سرع عجله الانتاج. ومديري زعلان قوي، يا باشمهندس انت متاخر وانا شغال لودر، هو انا حفاره؟ هو انا كرين عربيه هنقل العمال؟ ما انا شغلتي معروفه ان انا بمشي اقول الله ينور يا عم محمد، الله ينور يا عم صلاح، وبمسك لوحه اطبقها احطها في جيبي يعني وخلاص. ايه الحوار يعني؟ اخصم من كام عامل قاعد نايم وخلاص على واشوف مين يتخانق مع مين؟ ما دي شغلتنا، ما هي معروفه. زعلان ايه؟ انا مش فاهم زعلان ليه؟ انت محسسني ليه ان الدنيا وقفت؟ ما تزق اليوم معايا. ايه الحوار يعني؟ اتاخرت ساعتين على الشغل، ايه المشكله؟ وفرت شاي؟ اي نعم انا لما وصلت شربت شاي تاني، بس انا وفرت شاي اولاني، ما انا هشرب كده كده شاي تاني، ده احلى حاجه الشاي التاني ده، وفي نص كوبايه شاي بتتساب على المكتب اللي هو كان انا كنت موجود وسبتها وطلعت عشان انا مجتهد. ما تتعبنيش، انت عارف اللي فيها، انت كنت مهندس صغير وعارف، ما تعملش فيا كده، حرام عليك، حرام عدي الدنيا. شكرا ميرسي. شكرا. المهم قبل ما اكمل، في حد هنا مهندس او بيدرس هندسه او؟ حلو يعني انا حاسس بيكوا والله، يعني انا مقدرك.
طبعا زي ما انتوا شفتوا كده فيديو واحد قرفان كاره حياته كلها، اللي هو بتراب الموقع، شعري طويل، دقني طويلة، عامل فيديو اللي هو قرفان ومنزله، ما هم كلهم 252، فيعني ما عادي ارمي اي حاجة ما فيهاش حاجة. وروحت البيت نمت، تاني يوم رحت الشغل، يعني مش عارف اجيبها لكم ازاي. وانا في السكة يعني في جمل انتحر، يعني انا ماشي كده سايق 120، لقيت جمل سلام عليكم، رحت خبطه، يعني هي ملهاش حاجة غير كده. وضيعت اليوم ده كله في العربية اللي اتفرتكت، والتشيك ابس بتاعت المستشفى والمسكنات والحاجات دي كلها. وانا كوليد مش بصدق بالصدف قوي، يعني انا مؤمن ان اي حاجة بتحصل بتحصل لسبب. فكأن ربنا الفترة دي بيقول لي ايه، اليوم ده بالذات بيقول لي مالكش دعوة بالسوشيال ميديا، سيبها لي، اتليه انت في الموضوع ده، انسى انت السوشيال ميديا شوية وركز في الجمل اللي انت خبطته. وده اللي حصل فعلا. تاني يوم وانا رايح الشغل رحت يوم عادي خالص، فافتكرت ايه ده انا كنت منزل فيديو، اما افتح كده اشوف عمل ايه. طلعت الموبايل من جيبي، بصيت على الفيديو، لقيته جايب 1، فحطيته، قلت جايب 1000. بعد 10 ثواني كده ينهار ابيض، وبعدين انا مخي بيسوحني، يعني على طول قلت المسكنات بتاعت الحادثه خلتني مدمن، يعني ما فكرتش ابدا ان انا اقدر اجيب الرقم ده. طلعت الموبايل قعدت شويه، اكتشفت ان الوان ما كانتش كي، ما كانتش 1000، كانت مليون. الكلام ده كله في يوم واحد. طبعا من ساعه اليوم ده والدنيا كلها اختلفت تماما معايا. الواتساب انفجر مسجز، لدرجه ان في جروبس على الواتساب انا فيها بيبعتوا الفيديو مش عارفين ان انا، اللي هو يعني من كتر فشلي في اللي فات مش قادر يتخيل ان ده هو وليد اللي عرفنا بقاله 7-8 سنين. محدش مترجم. شويه ال252 فولور في يوم وليله، كان وقتها وصلوا 15000 في يوم، وانا مش فاهم اي حاجه، انا مجرد واحد بيعمل الحاجه اللي بتبسطه وبس. بعديها بشويه لقيت احمد يونس مذيع الراديو المشهور بيكلمني، وليد انا عايزك في لقاء. قلت يا نهار ابيض هطلع اقول ايه، يلا لقاء لقاء. رحت طالع لقاء، الحمد لله اللقاء ده خد وقتها في مصر ترند نمبر 1 في كايرو ونمبر 3 في ايجيبت. وانا مكمل، بعديها البي بي سي كلموني، بي بي سي اخبار، قال لك عايزين نكسر بيك ملل الاخبار، تعال اكسر بيا ملل الاخبار، مش انا احسن واحد يكسر ملل الاخبار في الدنيا، عادي. بعديها لقيت عروض تمثيل، عروض اعلانات، عروض انتاج، وانا كل ده ولا فاهم اي حاجه من اللي بيحصل. فاللي عايز اقوله ان انا قعدت 8 سنين ب 252 فولور، يعني اللي يسمع يقول ده واحد ما عندوش دم، يعني 8 سنين 252 عارفهم ومكمل ولا فرقه معايا. وفي يوم وليله ده كله حصل، البيج بتاعتي النهارده داخله في 400000 فولور، وانا ما عملتش، يعني انا مكمل في اللي انا بحبه بس، مفيش اي حاجه تجبرني اعمل فيديوز. يعني انا الحمد لله بروح السايت، برجع من السايت قرفان، بينزل المرتب اخر الشهر ببقى مبسوط، دي دوره حياتي. فمفيش اي حاجه كانت تجبرني وقتها ان انا اعمل يعني الموضوع ده. فسيادتك قدامك واحد قعد 8 سنين ب 252 فولور ومكمل، ف 252 فولور ومكمل. فانت برضو يعني انا مقتنع ان الحياه مش شغل وبيت وبيت وشغل، انت الجزء اللي بتضيعه في الحاجه اللي بتحبها حتى لو تافهه دي حاجه مهمه جدا، دي حاجه ما اسموش وقت ضايع، ده جزء من يومك اساسي ان هو تعمله. بتحب بقى تطبخ اطبخ، بتحب تغني غني، انا ما بقولكش روح غني في الاوبرا بس غني، بتحب تعمل ايا كانت الحاجه اللي بتحب تعملها، ما تخليش حياتك واقفه على الشغل والبيت. وبعدين في حاجه تانية، ما تخليش الناس تشوش عليك، وبخصوص الناس يا جماعه احنا محتاجين شويه يعني ايجابيه في حياتنا شويه. لما تلاقي حد بيعمل حاجه بيحبها ما تروحش تتفه منها او تقول له ايه القرف اللي انت طالما مش بيأذيك ومش بيأذي نفسه خليك جنبه، ما حدش عارف. زي ما قلت لكم 252 فولور والنهارده واقف بكلمكم ورايا تيدكس، عمري ما توقعتها في حياتي. فما تخليش الناس تشوش عليك، ولما تشتغل ما تشتغلش للشهره، عشان لو ما اتشهرتش يبقى الموضوع خلاص انت ما ضيعتش وقتك على الفاضي. اعمل اللي بتحبه حتى لو انت فاشل فيه، اعمله لمجرد ان انت تبقى مبسوط وسعيد بيه وخلاص. ومهما تعرف ومهما الناس تشوفني ومهما يعني اتشاف، هفضل دايما اعرف نفسي وليد مصطفى احمد، مهندس مدني، والحاجه اللي بحبها الميديا والفيديوز. وفي جمله كاتبها لنفسي، انا مش كاتبها لكم الصراحه، كاتبها لنفسي في البيج، في الفيسبوك اكاونت، في الانستغرام، في اليوتيوب، I'm not a public figure, I'm just having fun، اللي هو بما معناه انا مش شخصيه مشهوره ولا انا يعني حد معروف، انا مجرد واحد بينبسط باللي هو بيعمله. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وثانك يو فيري ماتش. شكرا.